السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله أنا طيب من فضل الله. لو سمحت يا شيخ عندي سؤال. دلوقتي أنا يعني والدي متوفي وأنا أكبر إخواتي وعندي أخت صغيرة، وكنت عايز أعرف يعني هو أنا جدي يعني أبو والدي موجود ولكن هو سنه كبير، ويعني في الموضوع يعني سؤالي يتعلق بخصوص الولاية على الأخت، يعني بحيث هي لما تحب إن هي مثلا تنزل المفروض تستأذن مني ولا من والدتها ولا من أنت الأخ الأكبر. نعم أنا الأخ الأكبر. والجد يعني عقله غايب إلى حد ما، أنت المسؤول بارك الله فيك.